السلام عليكم. يا هلا والله متابعين. وانا بدخل البيت شفت نقطة بيضاء على احد الاوراق. شوفوا هان. اضبط التركيز. هوا. ايوة. شفت ذولي حشرات لها رجل، سطحها ولونها ابيض طلع مثل الطحين، وتفرخ كل مكان، تبيض كل مكان. شوف الأوراق الثانية، بتشوف بهذا الشكل تحسبه من الطيور، لكن هذا الشكل لما تشوفه الأبيض هذا البق الدقيقي. طبعا يكافح في المنازل، فضل دائما يكافح بالمبيدات الآمنة في المنازل، مثل الصابون البوتاسي ومثل زيت النيم أو الوصفات اللي من داخل المنزل، صابون سائل مع فلفل ما أدري إيش، فهمت؟ تخلط وترش. لكن هو أهم شيء إنه يحتاج إلى كمية من الرش وإلى كورس، يعني ما ينفع رشة واحدة في البدايات مثل كذا. طبعا هو مو موجود في الشجر على طول، هو موجود تحت في التربة لما يكون في أعشاب زي كذا، يكون موطن لهذه الحشرة القبيحة والمجرمة. طبعا تسبب الأمراض لا حصر لها. شوفوا هذه رقاتها تحت، هذه الرقات شوفوا صغار ترى، هذه هي.